كما فما الامل الرئاسي معناها في قصر قرطاج، علاش ما تكونش مؤسسه هذه مؤسسه تشريعيه معناها مش شويه مؤسسه رقابيه؟ هذا اللي نظلنا من اجله معناها، ونحبوا نناضلوا عليه حتى كان متى ما يسالش. راهو المهم اللي بعدنا مش يجي يعيش، يجي يعيش يلقى حريه. ما عادش نحبوا نرجعوا للدين، ما عادش نحبوا نرجعوا للاستبداد. رانا احنا شبابنا عديناه في النضال، دونك تو كبرنا مش نوخروا، مش نوخروا، مناش موخرين. رانا يلزم يعرف قيس سعيد رانا مناش موخرين، رانا مش نقعدوا في الساحات متنا ولا عشنا. وخلي الشعب الكل والعالم الكل معناها يشهد عليه قيس سعيد. علاه ما قلتلناش؟ نحب نقول له علاش ما صرحتناش؟ راني ما انتخبتكش، راني ما عملتلكش حمله، علاش خدعتنا؟ علاش احسن لك معناها بكل جهودنا ضيعنا اولادنا ضيعنا ديارنا؟ واحنا حط قيس سعيد من دار لدار نعملوا له نهار الانتخابات من الصباح لليل واقفين واحنا شادين معناها، واحنا حطوا قيس واحنا مع العباد واحنا لاخر لحظه لاخر ما سلمناش باش هو يوصل معناها لقرطاج. صدقناه معناها، انا واحده من الناس صدقته، ونهارت اللي معناها وقت اللي هو خلاص زغرت في داري زغرت ونعاود وجيران زغرت معايا فرحانين بقيس سعيد هكا يعمل فينا هكا يسكر المؤسسات هكا. عليه معناها عليه ما نحبش احنا البرلمان هذاك نحب نقول له راهو يحبوا يتحل. والبرلمان راهو ماهوش خطر دام، مشالك رئيس البرلمان ومشالك سميره الشواشي النايبه الاولى وقالوا لك معناها شوف حل راهي ترضى في البرلمان راهي ما خلتناش نخدموا، وهو ما عمل حتى ساكن معناها حتى شيء معناها يتفرج. انت كرئيس دوله عندك سلطه تقف معناها وتحمي المؤسسه هذه انتخبناك باش تحميهم، مش قاعدك هيك تشجع. انا نقول هو يشجع معناها ما يجيش هذا قايل الحكومه باش يصحح فيها قال اربع وزراء وين هما تسميهم لي الاربع وزراء؟ فماش دوله ما فيهاش فساد، فماش بلاد في العالم فيهاش فساد، لكن كل مؤسسه تصلح روحها تو دار على القضاء. احنا ما نحبوش القضاء في نتاع بن علي، يستحيل القضاء باش يرجع في بن علي لا وحده، الشعب الكل مع القضاء. الاحرار معناها ما نتكلمش باسم الشعب الكل، لكن اغلبيتهم قولوا اغلبيتهم راهي الناس تعبت. اذا نقولوا قيس سعيد راهي الناس غلال معيش عمل فيهم وراهم الناس تعبت، حتى اللي خرجت زغرتت لك نهار 25 جويلة بطلت.